السعودية، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 35% إناث و 65% من الذكور و 5% من كبار السن و 10% من الأطفال و 85% من البالغين. بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات عبد العزيز 235 و 111 حالة، 36,026 منها تعد حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وسجلت 1704 حالات تعافٍ جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 2243 حالة بإضافة 20 حالة وفاة جديدة. وأكدت الصحة أهمية لبس الكمامة أو لبسها الطبية أو القماشية وغسل اليدين بالصابون والتعقيم المستمر بهدف الوقاية من وباء كوفيد-19.